عنه ومش لاقياه مش قادرة خلاص أنا حلمت إني هموت وأبقى أنا بحلم بكوابيس كابوس هو اللي مقومني من النوم اللي هو ما سمعتش أجراس خالص أنا ما سمعتش النهاردة ما كانش في جرس ما فيش جرس و ما فيش جرس أنا رفيع عصبني اليوم رفيع يا عم جرس بتاعت الصحيان كيف ما فيه رفايل كده ما سمعتوش طف طف يجي على راسك يعمل كده طف طف مين ده رفايل كرمالك لانه بعدك نايم 10 الى 5 بعدك نايم انا نايمه الساعه 10 حضرتك حضرتك بس ما سمعتش جرس حضرتك شو انت المفروض مروان ما تقولوش حضرتك ملك وماله شو بك انت بتلبس ملك وماله ده اخويا اوكي خليك انت ويا اخوي ما خصي بيني وبينه ما خصه بيني لا بتكلم انا معاك حياتي انت عم اهلك تقبر قلبي ترجع على خاصه بيني وبينك ما عليك يلا قالي لو عطوك حد العالم لحط لك حاجة في الأكل حنزعلك المايك وانت طالع على المسرح قومي يا مروان وعدي مين ما حب غيري في الوجود إحساس جميل جوايا أكبر من الغرام مروان يلا يا مروان قوم من غير ولا كلمه لكن من غير ولا كلمه مش عايز اسمع ولا كلمه كلمتين بحكيكي ولا كلمه ما تفتح فتوح ما لازم ينفتح يعني في فتوح ما لازم ينفتح ما تفتحيه مش انا بعمل حركات يعني يعني انا مش هلا مثلا بمود انه مثلا قلت لك ماني بمود ما تزيد الامور على بعضها مروان ولا كلمه بامرك تفضلي يلا قوم قوم بعتقد انا وياك وصلنا لمرحله جديده استنى نعرف طب هات السي دي هات السي دي يا نسيم هات السي دي بتاع زيزي نعم ماشي يوه بعتقد وصلنا لمرحله استنى نعرف نحكي مش ايش تعملي فيها ما بتعرفي ومنك فاهمه شيء ومخلص يا ربك ولا بدينا ولا حق مروان مروان انا حبيت كيف لقيت شخص اختفى مرني اقعد انا احكي انا وياه بيفهم فهمني مثلا فهمني شو بحكي وبفهم شو بحكي خلصنا مش الحل ايوه انا عملت ما في توضيح ابدا من الموضوع ولا شيء كلمه حبيت انك يا اختي ان شاء الله بتضلي مبسوطه شو قلت لك شيء غلط اوكي شكرا انا قلت لك شكرا عظيم زعلان لي انت ده رد فعلك كان غير بس لا زعلان لانه وصلنا وياك مرحله كثير مهضومه وكثير لذيذه اللي هي بتفهميني وبفهمك وبنعرف نحكي مع بعض تمام انا فهمك We'll be right back.